لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين، ومع الدرس الخامس من دروس فقه الزكاة في المذهب المالكي. في هذه الحلقة أتناول قضية تتعلق بالزكاة، وهي هل في المال حق سوى الزكاة؟ أقول جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، بدليل حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فعد له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. فقال الأعرابي: والذي بعثك بالحق، لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب على الناس شيء سوى الزكاة، ومن الناس من يستشهد على أن في المال حق سوى الزكاة بقول الله تبارك وتعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. لكن الجمهور حملوا قول الله تبارك وتعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم في سورة الذاريات، حملوها على الزكاة الواجبة على المسلم لا على التطوع، كما أنهم حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. حملوا هذا الحديث على الجزء من الحديث، حملوه على الأمر بالمواساة والإنفاق من المال، يعني على وجه الندب والاستحباب لا على الوجوب، يعني وهو من مكارم الأخلاق. لماذا؟ لأن الواجب هو الذي يعاقب على تركه ويثاب على فعله. بعد هذا أقول: هناك من الناس من يستشهد بحديث إن في المال حقا سوى الزكاة. أقول إن هذا الحديث كما قال الإمام الترمذي رحمه الله، قال: إن هذا الحديث ضعيف لا يصح الاستشهاد به. وقال أيضا: إنه من قول الإمام الشعبي رحمه الله. وقال ابن العربي في كتاب أحكام القرآن، قال هذا لا يصح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الإمام الشعبي. لكن الأولى للمسلم والأحوط هو أن يواسي بماله الفقراء والمساكين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الأولى للمسلم هو أن يعود نفسه على البذل والعطاء، ويكرم الفقراء، ويكرم الضعيف، ويعطي الجائع، لأن بعض الناس لا يعرفون معنى الإنفاق ولا معنى المواساة. في اعتقاد بعض الناس أن كل الناس أغنياء مثله، تراه مثلا يحرص على الصلوات الخمس، ويحرص على التطوع، ويحرص على الصيام التطوع والعمرة والحج كل عام، ولولا القرعة التي قننته لابتغى الحج كل عام، ولا ينفع بماله الفقراء والمساكين. ولما يدعى هذا الشخص إلى الإنفاق تجده أبخل ما يكون، والله عز وجل يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قضية أخرى تتعلق بتأخير الزكاة عن وقتها.
أقول جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة بمنع تأخير الزكاة عن وقتها إلا لعذر شرعي كما ذكر صاحب الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي. لماذا؟ لأن في تأخيرها مضرة للفقير وعجز له وتجويع له، بمعنى أنه يجب إخراجها على الفور بمرور الحول إلا للضرورة، كأن يكون هذا المزكي يعني كأن يكون مسافرا يحتاج إلى أن يرجع إلى بلده الذي فيه ماله. والعلماء رحمه الله قالوا إن التأخير اليسير جائز، وجائز لوجود مثلا لوجود المحتاج، كان كمن يبحث عن المحتاج أو يبحث على من هو أشد حاجة. والتأخير الكثير لا يجوز إلا لضرورة شرعية. إذن هذا معنى الحديث: إن صح إن في المال حقا سوى الزكاة. نسأل الله عز وجل أن يوفق الأغنياء أن يؤدوا واجبهم تجاه الفقراء، والحمد لله رب العالمين.